طيب لسه نكمل طبعا كلامنا مع حضرتك، وعارفين انه ملف ترشيد استهلاك الكهرباء زي ما ليه فوائد اقتصاديه فهو كمان ليه فوائد بيئيه، لانه بيساهم في تخفيف التلوث ومواجهه التغيرات المناخيه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعيه البيئه بوزاره البيئه. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور، ازي حضرتك والساده المشاهدين جميعا. اهلا بيك. بخير يا فندم. خلينا نتكلم في البدايه ازاي ممكن يكون قرار غلق المحلات بدري شويه وترشيد استهلاك الكهرباء ليه اثر بيئي؟ بالتأكيد القرار ده يمكن ليه أثر بيئي على مستوى عدة مواضيع، يمكن هنتكلم عن تلوث الهواء، على التلوث الضوئي، على التغيرات المناخية، ليه آثار متعددة. ويمكن القرار ده مش جديد، يمكن كانت ليه دور وزارة البيئة سابقا في إعداد وصدور الحكومة لقانون المحال التجارية وتحديد مواعيد محددة لغلقها. ده بناء على مستويات من القياسات اللي تتمت على فترات زمنية طويلة بتحدد أنها التوقيتات اللي تم غلق فيها المحال دي بتساهم بشكل كبير جدا في خفض التلوث البيئي، بتخفض نسب تلوث ملوثات الهواء المحيط، بتخفض مستويات الضوضاء اللي بتعرض لها المواطنين. وده يمكن بيجي منين؟ حضرتك النشاط البشري بيصاحبه حركه كبيره للمواطنين على الارض وحركه للمركبات وخلافه، واستهلاك بالتاكيد للطاقه من محطات الطاقه، وبالتالي اي تحديد لمواعيد بهذا الامر سوف بيخفض كميات استهلاك الطاقه سواء في محطات الطاقه او في المركبات، وبالتالي بيقابلها انخفاض كبير جدا في نسب الملوثات التي ممكن تكون تنبعث من المصادر دي. طيب يا فندم، بالنسبة لتخفيف كمان إضاءة الشوارع والميادين والمنشآت، ليه كمان نفس الأثر؟ بالتأكيد المجمل العام بيؤثر بشكل كبير جدا على المستويات اللي ممكن يتعرضها أي مواطن بهذا الشكل. الاستهلاك ده كما هو قلنا، إذا كنا بنتكلم على محال تجارية فإحنا بنتكلم على طرق ومباني حكومية، استهلاك الطاقة بيقل بالتأكيد، وبالتالي نسب الملوثات بتقل، وده بيشجع ويحفز حركة الناس انها تكون حركتهم في المناطق اللي بينخفض فيها الاضاءه بتبقى اقل ما يمكن، وبالتالي حركه المركبات بتقل، بالتالي استهلاك الطاقه في قطاع النقل بيقل، بالتالي كل دي مؤثرات بتاثر في الاخر على المستوى التلوث سواء كان ضوضائي او هواء. طيب دكتور مصطفى، بنفتكر كلنا طبعا تجربه كورونا وازاي كشفت انه غلق المحلات وتوقف حركة التنقل بشكل عام كان ليها أثر كبير جدا على تحسين جودة الهواء. هل احنا عندنا مقياس بنقدر نقيس بيه جودة الهواء؟ بالتأكيد موجود حضرتك، والعالم كله محدده على مستوى العالم كله من خلال منظمة الصحة العالمية، ويمكن احنا عندنا أدوات بنستخدمها في هذا الأمر في مصر. احنا عندنا أكبر شبكة لرصد ملوثات الهواء على مستوى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط. ويمكن الحالة اللي حضرتك ذكرتها دي كانت حالة اكستريم او حالة يعني على مستوى العالم كله، ويمكن النتائج بتلوث الهواء على مستوى العالم انخفضت بنسب تتجاوز 50% في مناطق متعددة، ويمكن في مصر احنا النسب دي وصلت لحوالي 36% انخفاض في فترة الحظر او انخفاض الأنشطة البشرية اثناء فترة كورونا في بدايتها. طب وفي نفس النقطة كمان يا فندم، يعني هل الموضوع في خفض استهلاك الوقود في التنقل ولا كمان خفض المحروقات في محطات الكهرباء؟ الاثنين حضرتك، كلاهما خفض الاستهلاك العام فيما يخص الاستهلاك الكهربائي بصفه عامه بيؤدي الى انخفاض الاستهلاك تلك المحطات للطاقه المستغله. يمكن اقول لحضرتك حاجتين، قطاع النقل بصفه عامه سواء مركبات او قطاع انتاج الطاقه على المستوى العام بيمثلوا اكبر قطاعين بيسببوا تلوث الهواء والتغيرات المناخيه على المستوى العام، وبالتالي اي تاثير بسيط في خفض نشاط تلك القطاعين ليهم تأثير مردود إيجابي كبير جدا على الهواء أو التغيرات المناخية. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة.